السنة الثالثة على التوالي رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلدان، لأن في غير تغيير وتنويع المنتوج الاقتصادي الفلاحي والصناعي سواء في الجزائر أو في تونس، وللسنة الثالثة على التوالي الأرقام في تزايد مستمر وتجاوزت عتبة المليار دولار، 1 مليار دولار. يعني هذا يبشر أن العلاقات التونسية تتحسن رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، وإن شاء الله ولا بد أن نفكر معا في دعم تركيز أسس التعاون ونفكر في اقتحام السوق الإفريقية، لأن هي السوق الواعدة وهي الهامة. رغم الاتفاق التجاري التفاضلي اللي دخل حيز التنفيذ في غرة مارس 2014، هذا يستحق إلى مراجعة وطبعا تطوير وتخييم حتى لتسهيل التدفق التبادل التجاري في كلا الاتجاهين.